تحب يا أمي. مع السلامة يا خالتي، مع السلامة. جبت كفن؟ بيبسه المسحيق؟ خذ الكفن اهو، بيبسه المسحيق. متأكدة؟ طبعا متأكدة، حتى كان بيعرض على امي. اصفح لنا يا الله عن ذلاتنا التي صنعت أسحاب شدحلك يا صباح. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا صباح تستهدي بالنفي، قومي خشي جوه ولا في حد جاي يعزيكي تاني. صباح بس يا عبد الله كله ماشي زي ما اتفقنا ان احنا نمشي. كله بيمشي يا عبد الله. تعبتك تتكلمي زي امي. خلاص استهدي بالله، استهدي بالله يا صباح. خلاص العزم خلص اهو، قومي بقى. مش قادر اخش شويه، مش جوه. كل حاجه جوه هي اللي عاملاها، حتى فرش الكلام والسرير. سهرت ليالي عشان تخيطهم، العناهيل اللي كانت بتدوب على جسمها من كتر القرف، حتى الحيطان، الحيطان هي اللي كانت دهناها عشان توفر أجرة النقاش. طب أشوف ده كله إزاي وما أفتكرهاش يا عبد الله؟ الله يرحمها صباح، الله يرحمها. امك في الجنه والله، في الجنه ان شاء الله. ادعي لها صباح، ادعي لها. وبعدين انت كنت ممكن تعملها ايه؟ مش هقدر اعمل لها حاجه، بس انا هدعي لها يا عبد الله. يا رب ارحمها، ارحمها، دي غلبانه يا رب. تعبت قوي عشان تربيني.
ارحمها يا رب. يلا طيب يلا يلا نخش. آه يا أمّا. صبرني يا رب. يا عبد الله. خلاص يا صباح خلاص. خش. انا النهارده حتى مرتاحه قوي، بس انا زعلانه مش هشوف عيالك قبل ما اسيبك. يعني ايه مش فاهم؟ لغوا الحلقه. حد يقول لي هنطلع بالحلقه ولا لا؟ ردوا عليا. رد انت عليا يا ايمان. ماشي يا حبيبي هكلمك تاني. حبيبي مين ده اللي بتقولي له ماشي يا حبيبي؟ عادي وفيها ايه دي يعني؟ عادي ازاي؟ ست متجوزه تقول لحد ماشي يا حبيبي؟ لا عيب برضه. ما تزعلش يا حبيبي انا هبقى صالحه. المهم دلوقتي الحلقه يا تمام، الحلقه. ياه انا بقيت رخيص في نظرك للدرجه دي؟ الحلقه تولع الحلقه وسنين الحلقه واللي بيعملوا الحلقه. لا لا بقول لك ايه، انت ما تزعقليش، انا ليا وضعي هنا في المحطه. ده انا ازعقلك واضربك بالجزمه كمان؟ لا يا حبيبي مش من حقك. انت فاكر نفسك اشتريتني ولا ايه؟ ولا تكونش فاكر نفسك عشان طلعت لك كام يوم في البرنامج خلاص بقيت نجم. ياه انت اتغيرت بسرعه قوي يا امان. بص يا تمام لازم تفهم كويس قوي ان الشغل حاجه والبيت حاجه تانية. يا سلام امبارح المخرج يبوسك وتقولي لي ده عادي يا تمام احنا على طول بنسلم على بعض كده، والنهارده عماله تقولي لمدير المحطه يا حبيبي وعايزاني اعمل لك ايه؟ اطبطب عليكي واقف ساكت يعني؟ من الواضح كده ان احنا خلاص ابتدينا نختلف ومش هنتفاهم. بقول لك ايه؟ ما تخلينا اصحاب احسن. اصحاب؟ اصحاب ازاي يعني؟ ده انت مراتي. يوه انت كل شويه تقول لي مراتي مراتي، ما كنتش انا مسجونه ومش واخده بالي؟ خلاص ريح نفسك وطلقني. وبالنسبه للشغل ما تخافش هنشتغل برضو مع بعض. ازيك يا امان؟ بلاش يا سيدي اصل جوزي بيزعل. حلقه اتلغت النهارده مفيش اعلان خالص. بركه برضو. يلا طفوا النور يا جماعه. تمام انا هبات عند ماما النهارده. ماشي يا امان اعملي اللي انت عايزاه. الظاهر ان انا غلطت غلطه عمري. بقول لك ايه يا تمام بلاش تخشي لي السكه دي، احنا متجوزين بقالنا قد ايه؟ 10 ايام؟ يا سيدي انا مش زعلانه، كبر دماغك انت وركز في الشغل يا تمام، انا بقى دماغي كبيره قوي ومش فارق معايا. يا سيدي انا ياما اتطلقت قبل كده. شوف يا ست هتديله منه معلقة صغيرة بعد الرضاعة، ما تديهلوش على معدة خالية 3 مرات في اليوم لحد ما تنزل السخونية. مظبوط؟ واسمه ايه؟ ها؟ خلاص يا عمر ده انت هتبقى زي الفل ان شاء الله يا عمر. اتفضلي. عايز كام؟ لا لا ولا كام ولا ما كامش، بس بطمنيني عليه لما الحرارة تنزل. مع السلامة. باشا مساء الفل. ازيك يا باشا؟ اه زي هلا. بقول لك يا باشا السوق مريح انت عارف طبعا. ها مفيش حشيش السيجاره مفيش في البلد. وانا اعمل لك ايه يعني؟ اعمل لك طبخه ازرعهولك؟ يا ريت. بدايلك فين يا دكتور؟ فين الوجبه؟ نسيتني ليه يا ريس؟ الوجبه يا ريس الاخضر. يلا امشي من هنا والاجزخانه دي ما تعتبهاش. بالك انت لو عتبت الاجزخانه دي انا هكسر رجلك، فاهم ازاي؟ اهدى. ايه بطلت؟
بطلنا. الله، طب وليه وقف الحال ده؟ نعلي شوية الله. ولا مال قارون، فاهم ازاي؟ وانا لو شفت برشامة او عترت على برشامة بتضعف الحارة دي انا حزجينك. طب وعلى ايه احنا نقطع العلاقات مدام فيها غدر؟ ماشي، وافتكر انت اللي قلت ايه، نقطع العلاقات. يا سلام، بيني وبين امريكا يا اخوي قطعت العلاقات. اقطع يا حبيبي. قشطة قشطة، خليك فاكر انت اللي قلت نقطع العلاقات. سلام عليكم. الله يخرب بيوتكم، ربنا ياخدكم من البلد كلها بحق يا رسول الله. اعوذ بالله، ده جبلة ايه دي؟ يابا لازم امشي دلوقتي يا دوبك عشان الحق الطيارة. اشوف وشك بخير. خلاص جاي تدفن امك ومسافر؟ يابا انا هقعد اعمل ايه؟ انا حتى اليومين دول واخدهم اجازة بالعافية. روح على بيرو قبل ما اموت، نتصل بيك تنزل تدفن. يابا بتقول الكلام ده بس ايه؟ بقول اللي هيحصل يا عادل. مش انت خلاص عملت مستقبلك واتجوزت واحدة بيضة وحلوة وشعرها اصفر؟ مش ده اللي كنت بتتمناه يا عادل؟ بس احنا لينا حق عليك، انا والمنيه اللي ماتت. احنا اللي ربيناك وكبرناك وعملناك راجل تعرف تقف على رجلك وتعرف تسافر وتركب طيارة وتتكلم مع الخواجات وتتجوز منهم، ولا مليش حق عليك يا ولدي؟ يابا حقك محفوظ يابا. محفوظ؟ محفوظ فين؟ انت حتى ما سألت كان ممكن اتعالج من الشلل اللي انا فيه، ولا حتى فكرت توديني الدكتور يكشف عليا ويطمنك. انت قلت الراجل كبر خلاص وجرب يموت ولها مصاريف بقى. يابا بالعكس، انا كنت اقول لك اكشف وبعد لي الكشف وانا اوديه هناك لحد من الدكاتره كويس. روح يابا روح، ربنا يسهل لك ويرزقك بالعيال، بس يكونوا حنينين عليك يا ولدي. بس للحنية ما بتتشحتش يا عادل، أنا وأمك كنا بنشحتها منك على طول يا ولدي، وبرضه ما بنتعيش عليك. بقول لك ربنا يرزقك بالعيال ويكونوا حنينين عليك عشان لما تكبر تلقى اللي يسندك ويقف في ظهرك. صدقني يابا أنا كنت مصي نادية توديك عند حد من الدكاترة تكشف وتبعت لي الكشف. روح يا ولدي روح عشان تلحق طيارتك. أشوف وشك بخير يابا. تزعلش مني يابا، أنا أتصل بيك. السلام يا ولد. بص يا أستاذ، أي كلام هتسمعه من السماعات دي تركز فيه كويس قوي، لأن الكلام ده جاي من أوضة الكنترول بتاعة المخرج. ماشي؟ ماشي يا بنتي. بنتك ده ايه؟ انت عايز تكبر نفسك ولا ايه؟ ده انت حتى لسه شكلك صغير. شكرا. التليفونات اللي هتيجي من عندنا هنقول لك معانا تليفون، واي تليفونات هتيجي من عند الناس بجد هنقول لك معانا اتصال. اوكي، السلام عليكم. وعليكم السلام. لما انتوا ناويين تلغوني من الحلقه ما بلغتونيش ليه؟ ولا سايبيني لما اوصل لغايه هنا عشان اعرف؟ الحلقه اتاجلت بس مش اتلغت ولا حاجه. وبعدين اقعد وانا افهمك على كل حاجه. تفهميني على ايه؟ خلاص بقيت فاهم كل حاجة، مش ده برضو الزبون الجديد؟ ده أستاذ سمير اللي هيقدم حلقة النهاردة. أهلا وسهلا. صحيح، هتاخدوا البدلة ولا هتسيبونا نروح بيها؟ لا يا تمام، البدلة بقت بتاعتك، وكل البدل اللي ظهرت بيها في البرنامج برضو بقت بتاعتك. كتر ألف خيركم. صحيح إيمان، في حاجة لازم أقولها لك كنت هنساها. خير، إيه هي؟ على العموم خد بالك انت من نفسك يا تمام. خد بالك انت من الاستاذ. شوية الفيتامين اللي معاك دول اخر وصايا، ماركة هات من الاخر، سيبك من اللي فات ده كله. يعني وانا كنت لقيت حاجة يا دكتور؟ ده من ساعة ما منعت عني وانا مش عارف اجيب اي حاجة. يا راجل انسى، ده التاني كان كلام هجاص وغلاوتك عندي حاجة نفسية. جرب ده بس، الكبسولة الواحدة فيها 2 كيلو استاكوزا. ماشي يا دكتور نجرب، بس المهم بقى بكام الكيلو؟ يا عم خيرك سامي، ده انت لسه ليك عندنا فلوس. كل ياض بقى نشفت ريقي. شبعان وربنا يا عمتي، ما انا لسه واكل. معلش يا ضنايا، عشان تعوض الدم بعد الهباب اللي طفحته. يلا كمل اكلك بقى. مش قادر يا عمتي، خلاص بقى.
كتر خيرك يا عمتي. الله يفيك البركه. سناء. خير يا اخويا، في ايه؟ خد يا سناء دي، افتح السطوح وافتح اوضه ابوكي. ده انا موت نفسي يا سعيد ولا اخدش منك مفتاح البيت اللي انت تربيت فيه ابدا. خلاص يا سناء، ده مبقاش بيتي. اقصى عليك يا سعيد، ده بيتنا كلنا يا اخويا، البيت اللي تربينا فيه واكلنا وشربنا وضحكنا وعيطنا فيه. انا عارفه ان انت كنت بتفكر في ابنك، مش عيب يا اخويا مش عيب، عندك حق، ما الدنيا فيها بلاوي يعني. انا ما استاهلش اكون اخوك يا سناء. لا يا سعيد، لا يا سعيد، اوعى تقول كده عشان خاطري. انت اخويا وظهري وسندي واماني في الدنيا كلها، ده انت اللي حاميني في الحاره يا سعيد. عشان خاطري يا سعيد ما تعيطش، عشان افضل فخوره بك كده طول عمري. بارك اني شفتك بخير يا عم انور. الله يخليك يا استاذ. الله، مش الواد شوقي ابن اللي ماشي هناك ده؟ ايوه هو ده فعلا. يمكن جاي يزور امه من ورايا، يبقى فيه الخير برضه. يلا. مين؟ شوقي يا عم خليل. اهلا شوقي يا ابني، اتفضل تعال. هلا يا حبيبي. اتأخرت ليه؟ معلش اصلي يا بنتي، عاملة ايه يا حماتي؟ والنبي حماتي دي طالعة من بقك زي العسل. تشرب حاجة يا شوقي؟ لا ربنا يخليكي. مين؟ أنا تمام. افتح يا خميس. إيه؟ أهلا أهلا يا أستاذ تمام. خبوني خبوني خبوني. أيوه أيوه جاي أهو. افتح الباب يا بس. أمال الواد شوقي فين؟ وهو إيه اللي هيجيب شوقي هنا؟ ما تتفضل يا استاذ تمام. اتفضل يا اخويا، ده انت حتى عمرك ما جيت لنا. اتفضل. انا افهم من كده ان الواد شوقي ما دخلش عندكم دلوقتي؟ ما حدش شافه من يوم ما طردته من البيت، وكمان عارفين ان انا طردته من البيت. علما كل الحاره عارفه كده. طيب يمكن انا اتعميت في بصري ولا حاجه، لا مؤاخذه يا سي خميس. ربنا يكفيك شر العمى يا استاذ تمام. شكرين اهو يا اخويا. اتفضل اشرب حاجه بقى. لا في ظروف احسن ان شاء الله. سلام عليكم. انا متاكد ان شافني وانا داخل هنا. وفيها ايه يعني؟ هو انت داخل الكازينو؟ انا همشي. لا تمشي ايه يا ابني، استنى، احسن ابوك يكون واقف بره وتبقى مصيبه لو شافك. طب اعمل ايه بس؟ خلاص بيتس هنا. ايه بتقول ايه يا بنت الكلب؟ بتقول ايه يا بت؟ يا اخويا ما تقعد شويه، اقعد اعملي له شاي يا بت، شويه كده وهطلع اتقص واشوفه لسه واقف ولا لا. ما تعملي شاي يا بت تجري. الله حاضر من عين. زينب زينب عيشة بنت عيشة، ايه مخرب ولا ايه؟ معقول خروجه من غير اذني؟ حصلت يا زينب؟ بتسيب البيت وتمشي من غير اذني من غير ما تقولي؟ انت عمرك ما عملتيها. بعد العمر ده كله يا زينب لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. اللي بيحصل ده تمام،
البيت اللي كنت حكمه بما يرضي الله باظ خرب. انت السبب، انت السبب. اليوم ما دخلت جواك ودخلتك جوا البيت كل حاجه خربت، كل حاجه باظت. ام العيال سابت البيت ومشيت وسحبت بنتي الوحيده في دلها. الله اعلم ايه اللي ممكن يجرالها. والواد اللي عشت العمر كله بكافح عشان اصلح حاله عايز يتجوز واحده طوب الارض ماشي معاها، طوب الارض يا تمام. يا الله ابا راجل اتجوز، انا مالي هو حر، التانيه اللي مشيت تمشي، والبت استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. اللي بيحصل بيحصل ايه يعني؟ هو انت اول ولا اخر واحد بيته يتخنب؟ هيتخنب عليه العوض ومنه العوض. وبعدين انت مزعل نفسك ليه يا استاذ تمام؟ انت بكره اسمك هيلعلع وسيرتك هتبقى على كل لسان. بس المره دي مش بالخير ولا بالتقدير والاحترام، هتبقى بالمسخره والمقلته وقله القيمه. وزي ما قالوا زمان عواد باع عرضه، بكره يقولوا تمام باع عرضه، باع شرفه، باع اصله، باع دينه، باع دينه. انت السبب، انت السبب، انت انت السبب، انت السبب. لما اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها راحت للرسول صلى الله عليه وسلم وكانت لابسه هدوم خفيفه، قال لها يا اسماء ان المراه اذا بلغت المحيض، المحيض انت فاهمه انا بقول، اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها هذا وهذا، فاهمه؟ اه فاهمة يا اخويا فاهمة، يعني بنتي لما بتتحجب ما ينفعش يبان غير وشها وايديها بس. امال هو ايه النقاب ده يا اخويا؟ اللي انا بقوله لك ده هو السنة بتاعتنا. وبعدين انتي لازم تفهمي حاجة مهمة جدا، الحجاب ده ليه شروط تانية مهمة جدا، اهمها انك ما ينفعش تبقي محجبة ولابسة لبس ضيق، يعني ما يكونش بيبين مفاتن. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كمان قال إن آخر أمتي نساء كاسيات عاريات، يعني النساء هيبقوا متحجبين بس لابسين لبس ضيق مبين المفاتن بتاعتهم. عارفاهم يا اخويا عارفاهم. استغفر الله العظيم يا رب. ما علينا، في حاجه كمان مهمه عايز اقولها لك. انا اللي عايز اقول لك حاجه تانية مهمه. ايه؟ انا لما كنت بصلي في الجامع المغرب امبارح شفت حاجه كده، شفت امك بتبيع حاجات عند الجامع. شفت مين؟ ام انا؟ هي مش حاجات وحشه يعني، ده روايح وادعيه وكده اهو. انت بتقولي ايه؟ ايه يما اللي انت عاملاه ده؟ شوقي انت عرفت المكان منين يا شوقي؟ مش مهم يا يما، مش مهم. ليه يا يما؟ خلاص؟ مش لاقي حد يصرف عليك عشان تشحتي كده من الناس؟ انا بشحت يا شوقي؟ انا ببيع يا ابني بما يرضي الله، امال كنت عايزني اعمل ايه؟ تعملي ايه يا يما؟ تعملي ايه؟ يا يما ما تخليش اعلي صوتي واحنا جنب الجامع يا يما. قومي يا يما، قومي يا يما، قومي روحي، قومي ارجعي بيتك يا يما. اروح؟ اروح لمين؟ انا قاعده في بيت اخويا.
وايه اللي يوديكي بيت اخوك يا ابني؟ ايه اللي يوديكي بيت اخوك؟ ما انت عندك بيتك اللي هيفضل مفتوح طول العمر بحسك يا ابني. بيتي؟ هو فين بيتي ده؟ البيت اتخرب خلاص يا شباب. ابوك اتجوز واحده عليا خلاص ومش فاضلنا يا سيدي. عشان خاطر عشان خاطر يا ابني ابوس ايدك ابوس ايدك يا ابني ابوس ايدك قومي نرجع البيت يا ابني. يا اما ابويا محتاجنا كلنا حواليه يا اما ما ينفعش نسيبه كده. يا اما البيت ده عمره ما هيرجع الا لو انت فيه يا اما. هو فين البيت ده؟ ما خلاص. بعد مين اللي هيصرف عليا انا واختك؟ قول لي اعمل ايه؟ ده بقاله شهر ما دفعش مليم واحد. ما انا هو يا اما ما انا هو ايه؟ مش راجل؟ مش مالي عليك يا اما؟ راجل يا حبيبي، راجل وماله هدومك كمان. بس قول لي اعمل ايه يا شوقي؟ عشان خاطري يا اما، عشان خاطري، عشان خاطري يا اما، عشان خاطري قومي ارجعي البيت يا اما. عشان خاطري. حاضر يا شوقي. يلا يا امبو. طب لن لن معايا الحاجه دي يلا. خلي فيها تجربه بس يا امبو. فين البهدله دي؟ حاضر. خد يا امبو. الو مين؟ ايوه يا باشا بتاع الحكومه. روح شارع العرايس نمره 40 شقه 5 وشوف الانسه اختك بتعمل ايه. انت مين يا بنت ال... الو اما يا اخويا فين مالك؟ صفاء فين؟ ايه الصفاء بقت عند خالتك؟ مش هناك البنت مش هناك وتليفونها مقفول. صفاء فين؟ انا عارفه بقى حين بقى المكان زمانها جاي. فضلت تدلع عليها لغايه ما طلعتيها. طلعتيها اما يا حبيبتي يا بنتي يا بنتي كده. انت مستني حاجه؟ لا خالص. استني اروح اشوف مين.